فيديو جديد لمجانين التيك توك. اليوم راح نرجع ناخذ لفه على التيك توك وراح نشوف الفيديوهات المضحكه والاسطوريه والناس المجنونه. بس قبل ما نبلش مثل ما تعودنا لايك واشتراك في القناه ويلا نبلش الفيديو. اوكي نبلش باول فيديو. اوكي طلع ضل واحد واصحابه مجتمعين. اوه ايش كميه التنظيم اللي بيناتهم هاب. يا لا والله مش طبيعيين. اوكي شوف هذا يا اخوان مش هذا سكب فري فاير. يا الله هذول ولا برقص كمان. طلع تخيل تحضر مناسبه وتلاقي بني ادم مجنون زي هاب لابس سكن فري فاير ولك ايش كميه الهوس اللي فيك انت. اقسم بالله العظيم انت مش طبيعي والله العظيم. لا برقص رقصة الضحك واضح كثير من نفسه عامله من كراتين. شوف ايش هذا كان له جرافيك مختلف عنده. نايس نايس يعني ايديت جميل جميل يعني بيمشي الحال ولا عنده شيء ثاني. اوكي بس هيك ماشي حاله ماشي سلكوا. اوكي بس ما ضافوها على فكره اللعبه عم بدمه وهو ماشي ما ضافوها لسه. اوكي بس هاي ضافوها. ها بجيب لك الاشياء الجديده اللي نزلت في التحديث الجديد. هاي برضو لاحظتها. اوكي ايش في عندنا؟ ليتس جو. ترى ايش في ايش في ايش في ايش في مالك يا بنت الحلال؟ اوكي فاضت اشغال والله العظيم فاضت اشغال. طيب تطلع السياره. اوكي ترى احنا جايين نقاتل بفري فاير مش جايين نطلع بمواعيد. اوكي مش مشكله طلع برا الزون. لا 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 ماتت 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 الهب. اوف كيف كيف سويت فيه هيك؟ طيب هذول بحبوا بعض. اوه والله كيف دافع عنها والله اسطوره يا عمي رمز الشهامه وحش. طيب رجعنا نضحك على طلع بيضحكوا عليها لانه معهاش سكنات. ليه يا عالم ليش ليه؟ طيب قاعد تلعب. اوه والله لعيبه هاي. كفو يا حوا والله اسطوره. اوه الثاني كمان يد. هذول اللي كانوا يضحكوا عليها اسطوره والله العظيم انك اسطوره. كفو والله العظيم انك كفو. عمي يا بستاء والله بستاء. ايوه فنشيهم ترحمي امس. اوب 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 ثواني 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 كانه رفع الدراجه لفوق. اوه واو هذا بني ادم فنان بالدراجه. الله يا عمي والله لاعبين فري فاير مجانين اقسم بالله العظيم. كل واحد محترف بشغله. طلع عم محترف بالدراجه طلع كمان كان بيعمل فيها حركات والله اسطوره. اوكي هذا باطل هذه قلوب. طيب هاي بتطلع هذا ايش في مال الكل بيحب يحب بعضه يا اخوان انتوا كلاش سكواد هسه بيجي السكواد ضدكم هسه يقتلكم كلكم. ايش في؟ ترى على فكرة هاي مش أول مرة أحضر هذا الفيديو يمكن هاي ثالث مرة يطلع بوجي هذا الفيديو وما أفهم ولا إشي منه. مشان الله حدا ينزل على التعليقات يفهمني إيش اللي قاعد يصير. اللي بعده. أوكي طيب إيش في؟ ليش زعل ليش زعل؟ ثواني ثواني إيش اللي صار؟ راح علي إشي؟ أوكي هاي واقع نوك. ليش زعلت؟ اوكي اوكي سوالف حبيبه وهيك شغلات فارطه. اي والله بدكم تفهموها. ايش في ايش في ما مالنا ايش بصير مع هذول؟ ايش في وين راسه؟ وين راح راسه؟ ايش بصير؟ يا اخوان شوفي انا ما ادري شو بصير مع اللاعب هون يا اخوان. يا رب لا حول ولا قوة الا بالله. والله العظيم انه من تيك توكر مجنين والله مجنين. اوكي اوكي هاي برضه الاشياء اللي تغيرت في التعديل الجديد مش قادر انسى الفيديو اضحك.
اوكي جمدت المي مثل ما توقعت جمد عشان فصل الشتاء. اوكي هسه صار فيها فتحة شفناها هاي اكيد الكل انتبه لها. طيب شكله هذا المسجون تبع الدراجة كي فيديو ثاني لإله يا عمي والله لو انها نيد فور سبيد ما بتعمل هيك حركات اوف ولا كيف ليه بس افهم كيف بس. طيب شو ايش هذا شراكة مع ايش بالضبط مع الارانب هو ارنب ولا خفاش هذا ايش في ايش صار افكس ماني شو بسوي والله شوف السكواد مرة ثانية وايت فور 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 اوكي ما هو ارنب ارنب مان الارنب الشرطي الارنب الجائع ايش السكواد المصطوب هذا ايش في تصميم عودة طارة حمراء في راكد بعد التحديد باي ياريت جد ياريت ياريت يرجع اوكي ايش في اوف بيهددو اوب 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 شكرا هذول ثواني كيف تكاثروا هيك فجأة استسلم خلاص انا اعطيه القلوب وان طلع لو كل واحد اعطاه بوكس مات خلاص شكله انا عم ادور على سايلنسر هذا انا رسميا انا هذا انا دائما كل جيم لازم ادور على سايلنسر طلع 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 ضرب بوكس عن بعد وال والله جد لوفي هذا البوكس تبعه على 10 متر ايه الناس العادية بركبوا السيارة انا هذا انا انا عن جد انا هي مجرد لعبة الاستمتاع فقط انا بعد ما صديق سرق الكل اشياء تبي زين تعمل فري فاير اوكي هذا السلاح هذا السلاح اللي بيحمل اتذكرته والله زمان بس انا كان سلاح بيضة بصراحة. طيب هاي الشخصية ضافوها بجزء الشخصية اللي ضافوها من انمي ديمون سلاير لما نموت نرجع للسكواد اللي قتلني فوق الارض فوق البحر تحت الارض في السماء انا بعد ما صاحبي دخل الزون بالزون القوي عشان يساعدني تفتح له باب صراحه فين يا اي اخو ميزا جوغادور دي فوق رجعنا مال رجعنا مره ثانيه وين اختفى لا هاني وين اختفى صخرة سيئة يا اخوي من وين بتجيب المودات؟ ايش بيسووا اللعبة؟ اوكي شباب اوه قنبلة واحدة موت سكوات لا 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 اخر واحد اوعى حرام عاد والله كفو طيب طيب اوف شو كلها؟ ذكريات فري فاير زين لفقرة ذكريات فري فاير ثواني وين هذا الزبلاين التدريب القديمة الهيرو زمان كانت اعلى رتبة جلتش الفاكتوري يا الله شو سويته هذا بحياتي انا بس ايام زمان مسلسل اكيد هذا المود ذاكرينه يا اخوان ما راح يتذكروا الا الاساطير اوكي موسم الشتاء الاول الخريطة القديمة 2009 هاي كانوا مرة حطوها بالبيك تقدر تروح تتشمس هسه بس في موجود زيها هي الكرسي هذا موجود برضه تقدر تقعد عليه جلتش النزول من الفاكتور من اماكن عالية بس حلوها هاي الجلتشات هسه بس يلا هاي في بدائل على الاقل لا 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 مش هيك تتسوى اوكي ايش هاي ثواني ذاكر هيك اشي هاي ضافوه بالهالوين السنة الماضية صحيح حس ضافوا بدال الوحس ضافوا بدال الوحس لا بس هبل ضافوه بدال الوحس هاي موجودة بس اتوقع بخريطة كالهاري حاليا تقدر تلعب فيها بس يلا والله لانس باد احلى لانس باد احلى بكثير هاي لي يا الله يا ريت يرجعوها يا ريت والله كانت كثير خرافية ليش سألوها والله العظيم حرام حرام عليك يا قارينا رجعوها طيب القلب
ايه بالقلب هسه احسن. بس هبل شالوها من هون حطوها مكان ثاني. اوكي نو اكا المشكلة بلعبك مش بالسلاح. البومبو نشوف. اوه مين بحب البومبو. قلنا لن يأتي احسن من مستر حنان. مستر حنان مين؟ مستر حنان فمن أتى بنظرك؟ والله ما بعرف، والله أسح عليهم في لاعبين أساطير كثير. أوكي صاحب أجي زعادة أوف تأكل كمان هيد. طب معقول رأسه مش مبين؟ مش عارف، معقول رأسه مش مبين؟ آخر واحد بالسكواد، يلا آخر واحد بالسكواد. معقول ولا واحد فيك؟ طلع حتى الثلج هناك قتلهم بكلهم. شيباني يلا شو؟ طلع 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 لعبه بالقنابل. لا بس وقع حاله كأنه اوكي طلع سكواد كامل قدام هناك. طيب والله حريب بالقنابل يا اخي. هذا بني ادم بدي واحد زي هيك علمني على القنابل. انا بني ادم ولا بعرف العب بالقنابل بشلن بالمرة. طلع وقع سكواد كامل، والله اسطورة. طلع ما عندوش الا قنابل، ما بلعب الا بالقنابل هذا بني ادم، والله اسطورة اقسم بالله. اوه لا لا عيشوا بعض عيشوا بعض. يا حرام يا حرام شو حظه. اوكي اوه خلص تعقبله. بوكسات الحل الامثل، دائما الحل الامثل بوكسات. طيب لا بعدين شو الجرافيك اللي بيلعب عليه يا زلمه؟ جرافيك كثير واطي. وحش. طيب اوبا 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 اوكي. شو اللي جد شو الجرافيك اللي بيلعب عليه؟ اوكي عبد او او حرام مات بس رجع على على هذيك. هذا نزلوه بالتحديث الماضي. واو شايفه شايفه شايف طرف، والله انا شايف طرفه. راحت الخوذه راحت الخوذه. طيب يلا كمل كمل يلا روح انت قاعد اي واقف. يلا 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 لا 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 ما اسودك. اوكي اوكي سونيا 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 لا تهجمش عليه تهجمش عليه. اوكي الله سترك الله سترك. تهجم عليه ومع سونيا ليش؟ اوكي قدام واحد. طيب يلا يلا انتقدها انتقدها. ايش بتسوي يا طب اهجم عليه. كيف قتلوا هيك بالسباس؟ طيب اوب 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 شو كل القنابل هاي؟ وال اتوقع انه هاي صحوة الفارو اتوقع. طيب هو شكله هذا نفسه بني ادم معترف بالقنابل. لا اوعى دير بالك طلع ما بيوقع واحد بيوقع سكواد، اقل اشي بيوقع اثنين اقل اشي بقنابله. اوعى والله كفو. شوف هاي شوف اوف وقع اثنين كمان. زمان هذا ملك بالقنابل مش طبيعي. طلع على كل السكوان تخبي هناك. وال والله وحش هذا بني ادم. انا بخاف العب معاه بكلاس سكواد والله بخوف. طلع وقع سكواد كامل. وال يقطع شره ما شاء الله. طبعا ما شاء الله ما شاء الله جد بني ادم حريف قنابل نمره 1 نمبر 1 جد جد على الاخر. طيب التفاعلات هنا التفاعلات هنا. لقى مفتاح مستودع هكسه كل اصحابه يلحقوه. هسه انا غشيم عندي سوالف بالمستودع هاي خبيله مستناه قاعد. اوكي فيلم رعب عامل له لاعقه في كل مكان. اوف طلعت قبيله مستناه يفتح المستودع. اوكي فتح المستودع. اوف صار جاي هون مش طبيعي. اوك وحش 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 اوعى اوعى اوعى. لا 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 ديمتري وسونيا لا تخبى تخبى خلاص احسن حلت. دمك صفر يا محترم دمك صفر. فنس 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 لا 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 من وين ما طلع من وين من اخر الدنيا يا حرام. اوك لا لا سونيا 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 دير بالك عشان هيك لازم تلعب معك شخصية اوريون عشان هيك. اوكي لا 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 وحش حلو. طيب لا لا سونيا سونيا هي مشكلة السيرفر سونيا. لا طلع من اللعبة
روح يلعب لعبة ثانية اسمه لعبة فورت فيلد. خلاص يا حرام اعتزل اللعبة، اعتزل اللعبة من ورا سوني وديمتري وقرب اللعبة. الله أسطورة. ثوان لا لا تحكي لي، لا تحكي لي، لا الساكورا يي عامل سكن الساكورا كامل. والله بيج ريسبكت، والله بيج ريسبكت، طلع والله بكل التفاصيل. اقسم اوه كمان بيعمل رقصات كمان، والله العظيم انه ليجن. طلع 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 نفس السكن، طلع حتى الورد الموجوده ورا، حتى البرجليه، حتى بالقناع، كل التفاصيل فيه. والله العظيم مش طبيعي جد جد، هالبني ادم مدمن فري فاير بشكل مش طبيعي. طيب ايش هذا الفاير باس؟ لو شفته غير اعرفه، بس من شارته ما عرفته بصراحه. سيزون 37 ايش هذا؟ يا الله لما كان يعمل فيديوهات شو كانت خرافيه تبعت الفاير باس. طلع طلع عرفته الفاير باس الازرق هذا، عرفته عرفته، ناسي اسمه بس لا جد كان فاير باس خرافي. لا جد جد حلو، جد جد خرافي يا خلي جد. ليش بطل يعمل هيك فيديوهات للفاير باس والبوي باس؟ والله العظيم حرام جد حرام، كانوا مبدعين فيها بشكل مش طبيعي. شوف شوف محل الفيديوهات، طلع صاير يرقص معهم زي الماكينات، زي ما كان يرقصوا هم. والله جد جد كان اشي كثير خرافي، خصوصا الفاير باسات القديمة. ترى فكرة هذا الفاير باس انا شفته قبل مرة، تعرفوا وين؟ لان انا عملت الفيديو الماضي كان بيحكي عن كل الفاير باسات الموجودة بلعبة فري فاير. بالفيديو الماضي انا جربت كل الفاير باسات والبويا باسات، اذا ما حضرت الفيديو ضروري تروح تحضره لانه فيديو كثير خرافي. الفيديو راح تطلع لك هسه حاليا على الشاشة، روح واحضره باسرع وقت. وطبعا لا تنسى تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتعمل لايك. وبالنهاية كان معكم دراجون هوب ودمتم في رعاية الله.